في رحلتك بقى للعودة من جديد للتصدر الدوري، مش حمل بقى تعادلات، مش حمل مفاجآت دمها تقيل بأي حال من الأحوال. بالزبط. فإلى أي درجة ممكن يكون التعادل مع بيراميدز في المباراة اللي فاتت، هل ده ممكن يعطل نسبيا؟ بص يا كريم، أجهزة فنية حتى نادي الزمالك كارتلون قال كده، قال إن أنا مش همشي برضك، يعني هيحصل صدمات في كل 3-4 ايام، لان انت الدور الثاني كله عايز يجمع طبعا. كل الفرقه محتاجه بونت وبونتين وثلاثه بونت، فكل فرقه دلوقتي مركزه بشكل كبير جدا في ان هي تخرج من الموقف اللي هي موجوده عليه. النادي الاهلي مستر موسيماني قال نفس الكلام في بعض المؤتمرات، وقال قال صعب جدا ان في فرقه في العالم انت بتكسب على طول، لا ما احنا مش بلاي ستيشن يعني، بالظبط هتخفق على طول او هتتعادل على طول. لكن هو واضح قوي ان هو من مباراه سان داونز اللي هي اتعادلنا فيها وبعدين رحنا لنهضه بركان وكسبنا البطوله، واضح ان هو بيعدل من طريقه اللعب. يعني احنا شفنا مستر موسيماني لعب بطريقه 4-3-2-1 و 4-2-3-1 دي التقليديه اللي احنا بنلعب بيها لما بدا حضرتك توصف الترجي ولا بيراميدز. عدل قبل كده من 3-4 مباريات قبل الترجي استعدادا، ما انت عشان تقلبي الطريقه لطريقه التعديل تبقى لازم تاخدي فتره، لازم تاخدي فتره تشتغل عليها. فهو طبعا عشان راجل محترف فهو عدل من طريقه 4-2-3-1 لا لطريقه 4-3-2-1، عمل لنا بلوك قوي جدا في نص الملعب، ثلاثة من اللعيبة اللي مش موجودين في أفريقيا وأنا شايف وأنا في العالم العربي، السولية ويانج وفتحي، ودي بتمثل قوة كبيرة جدا للنادي الأهلي في نص ملعبه الدفاعي ونص ملعبه الهجومي. بالطريقة دي قدر إن هو حقق الهدف اللي هو بيسعى ليه. لكن الطريقة دي بتنقص حاجة واحدة بس، إن مجدي قفشة بقاش موجود في المكان اللي هو المفضل له، اللي هو رقم 9 او رقم 10 اللي هو البلي ميكر اللي بيربط بين وسط الملعب الدفاعي ووسط الملعب الهجومي. مجدي قفشه في الطريقه دي بيطلع يا كريم على الطرف، على الطرف بياخد يعني مش مقاومات قفشه، قفشه مقاومات يبقى موجود في وسط الملعب يستلم من بالظبط، يستلم ويبدا يبني اللعب بشكل احترافي زي ما احنا بنشوف. فهو ده بس التعديل اللي عمله مستر موسيماني في الفتره الماضيه ونجح فيها بشكل كبير. لكن بيرجع للشوط الثاني للطريقه التقليديه بتاعته 4-2-3-1، بيرجع ثاني مجدي قفشه مكانه وبيقدر يستغنى عن لاعب من نص الملعب في حاله اخذ انذار. عند فتحي خد انذار الماتش اللي فات فاضطر ان هو يستبعده ويبدا بمجدي قفشه تاني يرجع لمكانه الطبيعي. ده الطرق اللعب اللي مستر موسيماني بدا يغير فيها في الفتره الماضيه في الدوري او في افريقيا. وانا شايف ان زي ما انت قلت يا كريم كده، احنا يعني مباراه بيراميدز كانت غير موفقين صراحة يعني. يعني الطرد اللي حصل من دونجا في بداية المباراة، السيطرة اللي احنا سيطرنا عليها، ضياع بقى ضربة الجزاء لمعلول، يعني احنا يعني معلول واحنا مغمضين كده صراحة. معلول من ضمن اللعيبة المؤثرة بشكل كبير جدا في كورة، بس وارد يا كابتن همام يعني برضو القصة، وحتى مع الشناوي يعني الناس مش كده، ولان في الاخر بيستغل الحاجات دي بقى وابتدي يتكلم كلامه، واحنا شفنا بصراحة يعني حاجات ساذجة جدا وكلام يعني غريب جدا قاعد يتقال. لكن حتى في المؤتمر الصحفي موسيماني رد بمنتهى الذكاء والاحترام على الصحفي اللي سأله، يعني ما ذبح اللعيبة ده محاولة من البعض، احنا مش عايزين نجر نفسنا لده خالص. يعني ما هو انت هتقابلي في المؤتمر الصحفي هتقابلي الهجوم ده من بعض الصحفيين المغردين، يعني انت ممكن تنقدني بس ناقد بناء مش طبعا. ناقد هدام يعني. وموضوعي كمان، وموضوعي يعني العالم كله، كل نجوم حراس المرمى اللي موجودين حتى احنا بنشوف اليورو يعني. كل نجوم العالم بيخطئوا خطا واضح وساذج، ودول محترفين بالملايين والمليارات داخل الملعب. بس هو برضه خلي بالك هو مش سوري مبابي مش لسه برضه مضيع، كانت فاكر رجله جزاء لما كنا بنتكلم عنها. المشكله لما حد بيخطئ اي خطا ويبقى الحد ده حد كبير ومهم، صح. زي ما بيقول لك كده غلطه الشاطر بألف زي ما بيقولوا، فبطبيعه الحال لازم تلاقي هذا الكم. بالظبط يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بعديها بيوم حصل خطا لحارس مرمى الجونه، نفس الخطا رجعت له كوره
شاتها خبطت في مدافع الانتاج الحربي مهاجم الانتاج الحربي ودخل الجول. فوارد جدا الاخطاء دي تحصل مع الكبار كمان يعني، وشفناها في كوبا امريكا وشفناها في كل، لكن ما بنقللش من قيمه الشناوي طبعا. الشناوي ما شاء الله يعني طبعاً حارس مرمى المنتخب وحارس مرمى النادي الاهلي، وياما انقذنا ياما معظم البطولات يمكن اللي جت، كان هو واحد من ضمن الناس طبعاً اللي شاركوا فيها بشكل كبير يعني. طبعاً.